شاهدوا معي الملكة وهي تقوم بتخريب البيت الملكي. هناك من يقول أن الشغالات هي التي تقوم بتخريب البيت الملكي. ها هي الملكة وهي تقوم بتخريب البيت الملكي. ها هي فوق البيت الملكي. لا أدري إن كانت الصورة واضحة أم لا، لكن هي التي تقوم بتخريب البيت الملكي. ها هي فوق البيت الملكي كما تشاهدون، هي التي تقوم بتخريب البيت الملكي وليس الشغالات كما تشاهدون. ها هي تقوم بتخريبه بنفسها. لا أدري إن كانت تبدأ بتخريبه ثم يكمل النحل ما تبقى. ها هي، هذه هي الملكة وهي تقوم بتخريب البيت الملكي بمساعدة الشغالات كما تشاهدون.